بسم الله الرحمن الرحيم آه المحاضرات اللي فاتت خدنا محاضرتين آه كانت المحاضرة الأولى اللي هي الفصل الأول اللي هو الإطار العام لضريبة الدمغة وخدنا فيها آه أول حاجة خدنا المبحث الأول كان تعريف الدمغة وعرفنا إيه مفهومها وعرفنا الفرق بين الدمغة والإيه والرسوم وبعدين في المبحث الثاني آه عرفنا آه الضريبه الدمغه بتفرض على ايه وانواعها وايه هي اوعية ضريبه الدمغه وشرحناها بالتفصيل الفصل المبحث الثالث آه عرفنا امتى آه بتنشا ضريبه الدمغه اللي هو بعنوان الوقائع المنشأة لضريبه الدمغه وعرفنا ان في كذا حاله آه بتنشأ أو بتعتبر واقعة منشئة لضريبة الدمغ وإنهم مع بعض أثناء الشرح في المحاضرات وكانوا كذا حاجة طبعا تاريخ التحرير دي واقعة منشئة للمحررات تاريخ الاستعمال وتاريخ التحقق وتاريخ إعداد الأشياء وقلنا الحاجات دي بالتفصيل وشرحناها مع بعض المبحث الرابع كان بعنوان تعدد ضريبة الدموة وخدنا في موضوع التعدد برضو من الحاجات اللي احنا شرحناها, شرحناها وقلنا ان ضريبة الدموة بتتعدد في كذا موقف او في كذا حالة اول حاجة بتتعدد بتعدد الاحكام في المحرر الواحد وقلنا امثلة وقلنا شروط التعدد وشرحناه مع بعض برضو الحاجة التانية للتعدد عندكم اللي هي تعدد الضريبة بتعدد الاشخاص سواء في تذكرة أو في التراخيص الحاجة التالتة أو النوع التالت من التعدد تعدد الضريبة بتعدد الخطوط في الشركات السلكية والإيه واللا سلكية رابع حاجة تعدد الضريبة بتعدد النسخ والصور وهنا قلنا في شروط لخضوع النسخ والصور للإيه للضريبة عندكم في كذا شرط وشرحناهم إيه مع بعض وكمان شفنا حكم الصور الفوتوغرافية هل بتحضر الصورة الفوتوغرافية لضريبة الدمغة ولا لا غير كده في حاجة اسمها موضوع تاني برضو اللي هو صور ونسخ الأوراق التجارية و وكذلك مدى خضوع الصور المستخرجات اللي بتصدر تنفيذ لقوانين واللوائح ضريبية الحاجات دي كلها شرحناها في المحاضرة التانية آخر حاجة في التعدد كان تعدد الضريبة بتعدد عمليات التوريد المية والغاز حاليا دلوقتي احنا في المبحث الخامس اللي هو الاعفاءات وبرضه المرة اللي فاتت المحاضرة التانية خدنا فيها الاعفاءات مين هم الاشخاص المفروض عليهم ضريبة الدمغة والمعفيين وشرحنا اللي هم الاشخاص الخاضعين لضريبة الدمغة وقلنا اي شخص وسواء كان في جمهورية مصر العربية أو مقيم سواء كان مقيم أو غير مقيم وكمان لو الأعمال اللي بتقوم بيها السفارات والقنصليات لأفراد مصريين برضو الحاجات دي شرحناها وقلنا هم دول الأشخاص الخاضعين للإيه للضريبة طيب الأشخاص بقى غير الخاضعين هي دي كان موضوعنا اللي احنا كنا هنتناول فيه المحاضرة التالتة اللي هم الأشخاص غير الخاضعين لضريبة الدمغ آه نصت المادة 27 من القانون على أن لا تخضع للضريبة الجهات التالية أول جهة غير خاضعة لضريبة الدمغة اللي هي هيئات التمثيل السياسي والقنصلي وقنصلات الأجنبية اشترط القانون لاعفاء الهيئات دي ان يكون هم بيعاملونا بالمثل يعني برضو يكون هم عندهم اعفاء من الضريبه الدمغه اذا كان اصلا عندهم قانون ضريبه الدمغه وينطبق الاعفاء ده ايضا للهيئات دي عند وجود قانون ضريبه الدمغة بالدول التي تتبعها هيئات التمثيل السياسي او القنصلي في مصر طب هذا الاعفاء بيشمل كل حاجه قال لك لا. الاعفاء ده بيشمل قاصر على ما يدخل في مجالات العمل السياسي والقنصلي فقط اما في مجالات اخرى بتقوم بيها القنصليات دي او الممثلين دول اللي هو الممثلين السياسيين لا تخضع لضريبه تخضع لضريبه الدولة يبقى اذا الاعفاء ما يتمثل في مجال العمل السياسي والقنصلي فقط طيب آه الهيئات الاخرى هيئات دوليه زي مثلا ايه ده النوع الثاني من الايه جهات الخضاع غير الدول اللي هي محكمه العدل الدوليه هيئه اليونسكو منظمه الصحه العالميه الهيئات الدولية قلنا زي منظمة محكمة العدل الدولية وهيئة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية العالمية العالمي. القانون كمان في المادة سبعة وعشرين كان ما كانش موجود قبل كده ده يعتبر اعفاء مستحدث يعني لم يكن واردا في القانون اللي هو كان سنة واحد وخمسين كان بيعفيها فيها بس من آه الرسوم المقررة على صرفيات الجهات الحكومية أما الإعفاء اللي في القانون رقم 111 لسنة 1980 فهو إعفاء مطلق بدون أي شروط طبعا الهدف من الإعفاء ده مساعدة الهيئات دي في تحقيق أهدافها الاجتماعية طيب النوع الثالث من الهيئات هيئات معفاة بقوانين خاصه هيئات معفاة بقوانين خاصة نصت المادة 28 على أن تقرر ما لم يخل بأحكام هذا القانون بأحكام القوانين الخاصة التي تقرر الإعفاء من الضريبة أو تحديد سعرها أو من يقع عليه عبئها أو غير ذلك من الأحكام على خلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون المادة دي لو بصينا فيها نلاقي أن المشرع أبقى على ما تقرر من أحكام في بعض القوانين الخاصة تتعلق بالإعفاء من الضريبة أو تحديد سعرها وذلك غير في الأحكام اللي واردة في القانون رقم ضريبة الدم 111 لسنة 1980، ايه هي أمثلة الإعفاءات دي بقى؟ إعفاء صكوك الخزانة العامة، إعفاء صكوك الخزانة العامة، إعفاء صكوك الخزانة العامة. أول حاجة إعفاء سكول الخزانة العامة وعوائدها وقيم استردادها أو استحقاقها من كافة أنواع الضرائب والرسوم ده أصلا كان صدر بيه قانون رقم سبعتاشر لسنة ألف وتسعين تاني نوع من الإعفاء برضو اللي هو إعفاء المصرف في العرب الدولي من كافة الضرائب والرسوم والدمغات على أمواله وأرباحه وتوزيعاته وكافة أوجه نشاطه وعملياته المختلفة ده كان بنص قانون رقم خمسمية سبعة أربعين لسنة اربعة وسبعين النوع الثالث من الافات افات الجمعيات التعاونية برده من رسوم الدمغة التي تفرض حاليا ومستقبلا على جميع العقود والاوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها وكذلك الرسوم النسبية وغيرها مما يستحق على العقود المتعلقة بايه بالتأسيس او بتعدين النظام ده برضو كان لان برضو الجمعيات التوعية خضع لقانون مية رقم مية وعشرين سنة كام خمسة طيب في كمان اعفاء صناديق التامين الخاص من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود وكذلك اعفاء النقابات العمالية والنقابات المهنية زي نقابة التجارين والمهندسين وغيرها من النقابات طيب البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي برضو جميع اعماله معفاة من ايه من ضريبة الدمغة الأحزاب السياسية، بنك الاستثمار القومي، المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة وبنك التنمية الأفريقي. في خلاف في الرأي حول مدى أعفاء شركة مصر للطيران من ضريبة الدمغة شركة مصر للطيران كانت متمسكة بضرورة أعفاء من جميع الرسوم بما فيها رسوم الدمغة استنادا إلى فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع في اللي صدر من مجلس الدولة بتاريخ سبعة وستين بينما ترى مصلحة الضرائب عدم إعفاءها استنادا أن الإعفاءات التي استندت إليها الجمعية العمومية لا تتعلق بضريبة الدمغ بصفة عامة لكن بضريبة الدمغ على الصرفيات الإيه الحكومية لكن لو بصينا هنلاقي ان الاعفاءات الوارده بالقانون رقم 241 لسنه 1960 هي إعفاء لشركة الطيران من رسوم نزول وإيواء طائراتها التي تقوم بعمليات جوية داخل مصر وكذلك من الرسوم والعوائد على الواردات بما فيها الرسوم الجمركية كذلك لم يرد نص يتعلق بضريبة الدم يبقى إذا معنى كده من الكلام اللي احنا قريناه ده إن آه مفيش إعفاء من ضريبة الدم لشركة إيه مصر للطيران طيب نيجي بقى نشوف إيه تاني عندنا إعفاءات عندنا الجهات الحكوميه الجهات الحكوميه ده النوع ليه؟ الجهات النوع الرابع من الجهات المعفيه ليه من ضريبة الدم المقصود بالجهات الحكوميه هنا طبقا للماده 14 هي وزارات الحكومه ومصالحها وحدات الحكم المحلي الاجهزه اللي لها موازنه خاصه مثلا زي الجهاز المركزي للمحاسبات والتنظيم والاداره والمجلس الاعلى للجامعات وغيرها المجالس العليا للقطاعات الشركات القطاع والهيئات العام والهيئات العامة لو بصينا هنلاقي ان قانون اعفى الجهات الجهات الحكومية المقصود بيها اللي هي وزارات الحكومة ومصالحها وحدات الحكم المحلي الأجهزة اللي لها موازنة خاصة زي جهاز المركز المحاسبات المجالس العليا لقطاعات شركات القطاع والهيئات العام والهيئات العامة آه، وأعفي القانون الجهات التالية من الخضوع للضريبة آه، الهيئات والشركات الوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بشرط أن تكون لأغراض التسليح وهيئات رعاية الشباب والرياضة وبنك ناصر الإجتماعي تعامل جهة حكومية مع شخص غير معفي من الضريبة آه، فطبقا لمبدأ نقل العبء الضريبي عند التعامل مع إحدى الجهات الحكومية فان طبعا الشخص ده يتحمل الضريبة اللي المفروض ان هو يتحملها عن نفسه بالاضافة الى الضريبة اللي المفروض كانت تتحملها الجهة الحكومية ومما سبق اتضح ان المشرع سمح بنقل عبء ضريبة الدمغة على الحكومة الغير عند تعاملها معه بشرط ان يكون خاضعا لضريبة الدمغة ويتضح بقى مما سبق ان المشرع سمح بنقل عبء ضريبة الدمغ المقررة على الحكومة الى الغير عند تعاملها معه بشرط ان يكون خاضعا لضريبة الايه الدمغة واستثنى من ذلك حالتين عند التعامل مع الجهات الحكومية ده بهدف التخفيف عن المتعاملين مع الجهات الحكومية حالة تعدد النسخ او الصور التي تحتفظ بها الجهات الحكومية لدواعي العمل به حيث لا يتحمل المتعامل طبقا لنص المادة 12 إلا بالضريبة المستحقة على نسخة أو صورة واحدة فقط ما كانت النسخ أو الصورة المطلوبة في الجهة الحكومية طبعا بالإضافة إلى الضريبة المقررة على النسخة أو الصورة الخاصة به آه والإعفاء ده مرجعه إلى أن إيرادات ضريبة الدمغة تعود إلى خزينة الدولة لذلك لا يجب على المشرع او يجد لا يوجد مبرر يعني ان تدفع الحكومه على شيكاتها المسحوبه اي دمغات وينطبق الاعفاء ده على الشيكات المرسله من الحكومه الى بنك محول الى مرتبات الموظفين الاوراق التي تخص وزارات الحكومه ومصالحها في ميزانيه الدوله مثل كشوف الحساب صور قسائم التحصيل الحكوميه ما عدا النسخه التي تسلم للدافع واخر حاجه حوافظ التوريد الصادره من مكاتب البريد عند المبالغ عند توريد المبالغ للجهات الحكوميه طيب في عندنا حاله ثالثه اللي هي حاله بيع وشراء الاوراق الماليه حاله بيع وشراء الاوراق الماليه أه تنص الماده 13 من القانون على انه في حاله بيع وشراء الاوراق الماليه لا يتحمل المتعامل مع الجهه الحكوميه سوى الضريبه التي يقع عليه في بعض التساؤلات بخصوص التعامل مع الجهات الحكومية أول موقف هنلاقيه موقف موظفي الجهات الحكومية عند مباشرتهم لأعمالهم بيقولك عندما يمارسون الموظفين دول بصفتهم الوظيفية أي تعاملات مع جهة حكومية فهم يتعاملون بنيابة عن الجهة الحكومية خلاص وبالتالي لا يخضعون لضريبة الدمغ خلاص مثل مندوب الصرف آه لو وقع باستلام مرتبات الأجور العاملين فإنه لا يخضع للضريبة المفروضة على الإيه؟ على الإيصالات وذلك بعكس ما إذا كان يوقع الكشف باستلام مرتبه الإيه؟ الخاص به في هذه الحالة فإنه يخضع للضريبة المكررة على التوقيع يعني لازم في الحالة دي نفرق بين الصراف بصفته الوظيفية. ولا بصفته الشخصيه الوظيفيه مش يخضع ضريبه الدم الشخصيه بيخضع لضريبه الايه؟ الدم طيب في كمان موقف تاني مدى جواز اعتبار الشركات القابضه من قبل الجهات الحكوميه طبقا لاحكام قانون شركات القطاع الاعمال العام لسنه رقم 203 سنه 91 طبعا هي القانون سنه 91 اعتبرت اعتبر الشركات القابضة اخذت شكل شركات مساهمة واعتبر المشرع ان الشركات القابضة من اشخاص القانون الخاص وامواليها مملوكة للدولة ملكية لذلك فهي لا تتمتع باي مزايا او تحملها باي اعباء تخل بالمساواة بينها وبين الشركات الإيه المساهمة وطبعا لان احنا عارفين ان الشركات المساهمة تخضع لضريبة الدمغة خلاص اصبحت الشركات القابضه في حكم الشركات المساهمه ايضا خاضعه لذات الضريب لانها لا تعتبر جهه ايه حكوميه ده الموقف الايه الثاني طيب الموقف الثالث مدى خضوع الهيئه القوميه للاتصالات السلكيه واللاسلكيه لضريبه الدمغ بعد تحويلها لشركه مساهمه طبعا احنا عارفين اهو انها تحولت لشركه مساهمه بصدور القانون رقم 19 لسنه 98 و... آه... وبالتالي فانه بناء عليه فان هذه الشركه تخضع لضريبه الدمغه المستحقه على الشراك التليفون العادي والدولي وكذلك خضوع المبالغ المصرفه للدمغه النسبيه عدا الصرفيات الحكوميه الوارده في الماده 79 والماده 80 وطبعا هناخدهم بعد كده هذا بالإضافة إلى تحمل الشركة للضريبة النوعية ورسم التنمية المستحقة على المحررات الخاصة بصرف تلك المبالغ تبقى لنص المادة 12 من قانون ضريبة الإيه؟ الدمج. طيب آخر حاجة عندنا مدى خضوع هيئة قناة السويس لضريبة الدمج. هنا بقى كان في نزاع ما بين المصلحة وما بين الهيئة. المصلحة الضرايب في سنة واحد اعتبرت قناة السويس من الهيئات العامة ومن ثم تعتبر من المصالح الحكومية في مفهوم قانون ضريبة الدم. وبالتالي لا تخضع للضريبه بالنسبه لمعاملتها مع الحكومه والهيئات الايه الاخرى اما بالنسبه لتعاملها مع الافراد يتحمل هؤلاء الافراد الضريبه المستحق خلاص ده كان المفروض ده كمان راي المصلحه ثم رجعت في كلامها وعدلت عن المصلحه عن هذا الراي واعتبرت هيئه قناه السويس ليس من هيئات الايه العامه كان رد هيئه قناه السويس ان القانون رقم 646 لسنه 57 الخاص ب تنظيم العمل في هيئة قناة السويس وضع أسس تنظيم الهيئة ومنح الشخصية الاعتبارية المستقلة لإدارة مرفق الإيه القناة ومرفق القناة زي ما احنا عارفين من المرافق العام وبالتالي المفروض إن هي إيه هي هيئة قناة السويس تعتبر هيئة إيه عامة وده اللي كان النزاع أما عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع أصدرت حلت المشكلة وأصدرت الفتوى سنة 72 باعتبار الهيئة العامة لقناة السويس جهة حكومية بالمعني المقصود في قانون ضريبة الدم وبالتالي في ايه فهي لا تخضع لضريبة الدم، كده يبقى احنا المفروض ان احنا اه خلصنا الفصل الاول وفي عندكم اسئلة في اخر الفصل الاول في الكتاب سنة صفحة سبعه ياريت تحلوها اه لان ممكن اه نفس شكل الاسئلة ممكن نفس المضمون يجي لكم كاسئله في الامتحان آه هندخل دلوقتي على الفصل الثاني الفصل الثاني آه شامل او بعنوان النواحي الاجرائيه في قانون ضريبه الدخل الفصل ده هناخد فيه المبحث الاول اللي هو ربط الضريبه آه واجراءات الطعن فيها دي ملغية. وبعدين آه هنشوف بقى المبحث التاني هناخد اول صفحة بس المبحث التاني هناخد اول صفحة بس اللي هي الطرق اللي ايه طرق آه تحصيل الضريبة. اللي هي صفحة اتنين وخمسين طيب. نبتدي كده باول حاجة اللي هي ربط الايه? الضريبة. اللي هو المبحث الايه الاول المبحث الاول بيقصد ايه بربط الضريبه اللي هي مقصود بها تحديد قيمتها التي يلتزم المول بدفعها ويكون ذلك بتحديد الاوعيه الخاضعه للضريبه ومقدار الضريبه المستحقه على كل منها في بقى نصة المادة ستة على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإختار الذي تؤدى بموجبه الضريبة يقل بمقدار يزيد عن عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لتكشف لها من أدلة وإيه وقراءة لذلك يجب على المتعاملين في أوعية الدمغة النسبية وبعض أوعية الدمغة النوعية تحديد قيمة هذه المعاملات في محررتهم لحساب الضريبه الايه المستحقه طيب المفروض ان الضريبه تتحدد بناء على ايه؟ على ان في قيمه للتعامل مذكوره وبتتحسب على اساسها الضريبه النسبيه او الضريبه النوعيه معروفه قيمتها طيب امتى بنلجا الى تقدير. ضريبة الدمغ، فجه قالك في النقطة الثانية تحديد الحالات التي يجوز فيها تقدير ضريبة الدمغ، لك الأصل ان هو المفروض لا نلجأ إلى التقدير في فرض الضريبة، ولكن أجاز المشرع تقدير ضريبة الدمغ في حالات معينة على سبيل الحصر، خلاص مش على سبيل المثال يعني حصرهم في خمس نقط. أول نقطة هناخدها اللي هو عدم إثبات قيمة التعامل في المحررات عدم إثبات قيمة التعامل في المحررات يعني المحرر اللي المفروض تتفرض عليه الضريبة مجهولة القيمة يعني مفيهوش قيمة مش باين فيه قيمة طيب السبب التاني نقص القيمة المثبتة في المحرر أو في الإخطار التي تؤدي بموجبه الضريبة بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية، طيب دي الحالة التانية، يعني القيمة المثبتة في المحرر مش محسوبة أو يعني قيمتها أقل من القيمة المفروض إنها تكون موجودة. طيب. نص المادة عشرة من القانون على أن تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقا لما يتكشف لها من الاطلاع أو المعاينة وكذلك تقدير الضريبة المستحقة في حالة الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المنصوص عليه في هذا القانون المادة دي تناولت إيه؟ السبب الثالث في تقدير الضريبة اللي هو عدم أداء الضريبة المستحقة على أي من أوعية ضريبة الدمغ يعني معناها الضريبة غير المؤدية في الحالة دي تلتزم مصلحة الضرائب أو تلزم مصلحة الضرائب جهات معينة بخصم وتحصيل الضريبة وتوريدها المفروض يعني فإذا لم تقم بذلك تلك الجهات تقوم المصلحة بتحديد الضريبة المستحقة غير المؤدية يعني ما التزمتش يعني. عدم الالتزام بتأدية الضريبة أو بدفع الضريبة بتلزمهم بدفعها بناء على فحص المستندات الممول وغيرها من نوعية الضرائب ويتم اختاروا بها على النموذج رقم تلاتة ضريبة النمو طيب الحالة الرابعة اللي هو امتناع الممول عن تقديم الحالة الرابعة امتناع الممول عن تقديم المحررات أو المستندات المتعلقة بنشاطه عند طلبها للاطلاع مامور ضرايب طلب منه الاطلاع على الدفاتر وهو امتنع في هذه الحالة يحق للمصلحة تقدير الضريبة المستحقة واختاروا بيها الحالة الخامسة لتقدير الضريبة اللي هي اتلاف المحررات والمستندات قبل انقضاء اجل التقادم المسقط لاداء الضريبة فإذا قرر الممول إتلاف المحررات والمستندات قبل أجل التقادم، انقضاء أجل التقادم، يكون من حق المصلحة التقدير الضريبة المستحقة على أن تخطر الممول بذلك على النموذج رقم إيه خمسة، ويشترط لتقدير الضريبة في الحالتين السابقتين اللي هم أربعة وخمسة، ألا يكون حق المصلحة ده شرط أساسي. سقط سقط بالتقادم المنصوص عليه في في القانون طيب عندك بقى في العنوان اللي هو اتنين اتنين اجراءات الطعن على التقديرات الضريبية ده ملغي اللي هو صفحة ستة واربعين وصفحة سبعة واربعين ملغي وصفحة تمانية واربعين وصفحة تسعة واربعين لحد العنوان اللي جاي ده اللي هو رقم اتنين تلاتة تصحيح الربط النهائي تصحيح الربط النهائي اه في التطبيق العملي في بعض حاجات بتحصل زي ايه اه بيتحدد الضريبة واصبح الضريبة اه رقم نهائي اللي هو ربط نهائي على الممول يعني بيلاحظوا ان في اخطاء ظاهرة فيه اخطاء ظاهرة يعني آه ممكن البعض بيقول لك ان هي اخطاء قانونيه وفي بعض بيقول لك ان هي اخطاء ماديه فجت نص الماده ستة انه خالي من النص على جواز اعاده النظر يعني رغم ان الماده دي ما تناولتش حكايه ان احنا ممكن ننظر في الرابط النهائي لذلك وقد صار خلاف حول مدى الغاء الرابط النهائي اذا ما شابه خطا مادي او خطا في تطبيق القانون فجينا هنا قلنا طيب ايه هي شروط اعاده النظر في الرابط النهائي حدد القانون شروط معينة لاعادة النظر في الربط النهائي، أما أول حاجة أن يتقدم الممول أو من يمثله قانونا بطلب لاعادة النظر في الربط الأيه النهائي، أن يكون السبب الثاني أن يكون الربط النهائي غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة سواء لجنة الطعن أو محاكم وسواء كان الربط قد تم بناء علي تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن الطعن أو الحكم. ثلاثة أن يتقدم الممول بطلب لتصحيح الطعم خلال خمس سنوات أن يتقدم الممول بطلب لتصحيح الربط خلال خمس سنوات من تاريخ الربط النهائي وبناء على ما سبق يبقى إذا يتم إعادة النظر في الربط النهائي في حالات معينة الخطأ في تطبيق القانون أن يكون في خطأ في تطبيق القانون بمعنى إيه؟ ربط الضريبة على شخص غير خاضع له، ربط الضريبة على أوعية معفاة قانونا، عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا فاول حاجه احنا قلنا الخطا في تطبيق القانون اللي هو ربط الضريبه على شخص غير خاضع لها او ربط الضريبه على اوعيه معفاة قانونا والحاله الثالثه عدم تطبيق الاعفاءات المقرره في القانون الحاجه الرابعه اخفاء الحكم القانوني قائم واجب التطبيق او ان هم يكونوا طبقوا قانون ملغي او تم تعديله الحالات دي اللي هي بنسميها خطا في تطبيق الايه القانون النوع التاني من حالات الخطا اللي هو الخطا المادي ايه هو الخطا المادي ده بيقول لك خطا يا اما في تطبيق سعر الضريبه او في حساب قيمتها او في نوع الضريبة الدمغ التي ربطت على الممول او ربط ذات الضريبه على ذات الايراد اكثر من مره يبقى ذات الضريبه على ذات الايراد تبقى فيها ازدواجيه اكثر من ايه من مره دي الايه الحالات اللي بيتم فيها تصحيح او اعاده النظر في الربط الايه النهائي، المبحث الثاني بعنوان طرق اداء وتحصيل الضريبه. وقلنا احنا المبحث ده هناخد بس اللي هي الصفحة الأولانية فيه اللي هي صفحة اتنين اللي هي ايه هي طرق تحصيل الضريبة فقط بدون الشرح يعني آه يعني بقى المبحث ده ايه ملغي أول صفحة بس اللي فيه اللي هي الخمس طرق لإيه لتحصيل الضريبة ضريبة الدموية يعني أول حاجة استعمال النماذج المدموغة مقدما وطبعا دي اللي بتعملها مصلحة الضرايب للمحررات وهي اللي بتحدد آه تمن المحرر بقرار من رئيس المصلحة آه بشرط ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف إعداد الإيه المحرر النوع الثاني من طرق التحصيل استعمال النماذج التي تعدها جهات صاحبة شأن صاحبة الشأن بالنسبة للمحررات دي الخاصة بيها وهي اللي بتقدمها لمصلحة الضرائب لدمجها قبل استعمالها او ممكن يبقى الطريقه اللي احنا عارفينها الحاجه الثالثه اللي هو طابع الدمغه وطبعا يجب الغاء طوابع الدمغه فور لصقها ومعرفه من يلصقها وذلك على الوجه المبين في اللائحه التنفيذيه ممكن تبقى التحصيل عن طريق ختم المحررات باختام الدمغه اللي بتحضرها او بتعدها مصلحه الضرايب لهذا الغرض اي طريقه اخرى بقى من اللي من المذكوره في اللائحه التنفيذيه بس المبحث ده هو عندنا ايه بس نبقى عارفين ايه هي الطرق دي طيب المبحث الثالث برضو من الموضوعات اللي عايزين برضو نعرفها اللي هي تقادم الضريبة يعني ايه معنى كلمة التقادم معنى التقادم ان مرور فترة زمنية معينة بعد الميعاد والذي يحق فيه للدائن مطالبه بحقه حيث ان بعد هذا المعاد يسقط حقه. في المطالبة بإيه بحقه اللي هو الدائم طيب لو بصينا على التقدم في القانون المدني عندنا هنلاقي 15 سنه باستثناء حالات ورده بشانيه نص خاص ومن ومن ضمن هذه النصوص اللي هو الضرائب المستحقه للدوله والمبالغ المسدده كضرائب بدون وجه حق حيث يكون مده التقادم ايه خمس سنين يعني هو المفروض التقادم خاصية السنه الا في الحالتين دول الضرائب المستحقه للدوله الحاله الثانيه ضرائب مدفوعه بدون وجه إيه او مسدده بدون وجه حق التقادم بالنسبه لها هيكون خمس سنين طيب احنا عندنا بقى في نوعين من التقادم تقادم حق الخزانه ده اول نوع نصت الفقره الاولى من الماده 25 من القانون 111 على انه يسقط حق الخزانه في المطالبة بأداء الضرائب والتعويضات والغرامات المستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون بمضي إيه خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإيه؟ الاستحقاق، وبناءً على هذا النص فإن مدة التقادم تسري بالنسبة لكافة أوعية ضريبة الدعوة من تاريخ الإيه؟ الاستحقاق، وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه إذا ثبت أن الممول أخفى الأوعية الخاضعة للضريبة. فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ كشف الإخفاء وضبط الوعي كما تنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أنه ينقطع التقادم بإجراءات المطالبة بأداء الضريبة يعني ايه؟ يعني إذا الجهة. أو مصلحة الضرائب طلبة الممول بأداء الضريبة ينقطع أجل التقادم ينقطع أجل إيه التقادم بالإضافة إلى أن الإجراءات المكررة في القانون العام لقطع التقادم كاتخاذ الإجراءات الإيه القانونية القضائية طيب إذا ما انقطع التقادم المادة السابقة بتتيح أن يبدأ تقادم جديد من تاريخ أي إجراء يتم بشأن أداء الضريبة وذلك لمدة خمس سنوات ايه أخرى يعني قبل خمس سنين فضل فيها يوم والمصلحة طلبت بأداء الضريبة سقط التقادم ويبدأ تقادم جديد من تاريخ المطلب طيب إجراءات المطالبة بالضريبة التي تقطع التقادم هي التنبيه يعني مش مجرد بس كده أول حاجة التنبيه بأداء الضريبة تاني حاجة الإعلان بالمطالبة بالضريبة تالت حاجة بقى الإختار آه التي أو الإختارات يعني التي أوردها المشرع باللائحة التنفيذية متى تسلمها الممول أو من ينوب عنه قانونا أو تسلمها بالبريد بكتاب موصى عليه بعلم الـ الـ الوصول يبقى اول حاجه من انواع تقادم حق الخزانه وده بيبدا من ايه اللي يهمنا تاخد بالك أنه يبدا من تاريخ الايه الاستحقاق طيب نيجي نشوف النوع الثاني من التقادم تقادم حق الممول نصت الفقرة الأولى من المادة ستة وعشرين على أنه يسقط حق الممول في المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضي خمس سنوات من يوم آدائها يبقى من يوم الدفع من يوم الدفع وليس من يوم الاستحقاق زي حق الخزانه هنلاحظ في النص ده ان مده التقادم للممول هي خمس سنين وكذلك التقادم للمصلحه يبقى مده التقادم واحده بالنسبه لاتنين ولكن تبدا بالنسبه للممول مده التقادم من تاريخ اداء الايه الضريبه تاريخ اداء الضريبه ده الفرق بينهم يعني. في حالات لا يسمح فيها للممول بالمطالبة برد المبالغ المسدده كضريبه بدون وجه حق، عندك الفقره الثانية من ماده سته وعشرين بتقول ايه؟ لا تقبل لأي سبب من الأسباب أي مطالبه برد قيمة طوابع الدمغه ولا النماذج المدموغه مقدما التي شرع في الكتابه عليه كما لا يجوز استعمال تلك النماذج لمحرر اخر، هنشوف ان الماده اللي فاتت دي بتقول ان مش من حق ال الممول يطالب باسترداد الضريبه المسدده لو كان فعلا بدون وجه حق بس هل ده في جميع الاحوال قال لك لا ليس حقا مطلقا ليه حيث ان هناك حالات لا يسمح لا يسمح فيها آه لا يسمح فيها بذلك زي ايه قيمه طوابع الدمغه الملصقه بدون وجه حق النماذج المجموعة مقدما التي تم الكتابة عليها كما لا يجوز استعمال تلك النماذج لمحرر اخر ضريبة الدمغة المسددة على تذاكر السفر للطائرات وطبعا الحكمة في كده ان طابع الدمغة والنماذج المجموعة بيستهلكوا من مجرد إيه؟ الاستعمال كذلك تذكرة الطيران آه تعتبر الضريبة تستحق من مجرد التحرير وليس الايه الاستخدام او الاستعمال. مهما كانت الأسباب التي دعت إلى عدم إيه استعماله كده احنا خلصنا الفصل المبحث الثالث اللي هو تقادم الضريبة وردها آه عندنا بقى في عندنا بعد كده آه المبحث من أول بقى صفحة اخر حاجه عندنا احنا خدناها واحد صفحه واحد وستين طيب بالنسبه للمشاكل او مشكلات التطبيقيه صفحه اتنين وستين وصفحه تلاته وستين وصفحه اربعه وستين دول ملغيين في المبحث الايه التالت طيب المبحث الرابع اللي هو الجزاءات صفحه خمسه وستين وكمان المبحث الخامس وسائل الرقابه على تنفيذ القانون اللي هو صفحة خمسة وسبعين ملغي يبقى من صفحة خمسة وستين اللي هو المبحث الرابع إلى نهاية المبحث الخامس إلى نهاية المبحث الخامس اللي هو صفحة خمسة ده برضو إيه ملغي وكده يبقى خلصنا الفصل التاني والمطلوب منك طبعا تحلوا أسئلة الفصل آه عشان تعرفوا الأسئلة بتيجي إزاي وبإذن الله المرة الجاية هندخل في بقية الفصول ونكملها مع بعض وشكراً